فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كان علي الغسل من الجنابة لكنني اغتسلت غسل الجمعة، فهل يجزئ عنه؟ لا، إلا إذا كان ناسيا للجنابة وصلى يكفي. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.